السلام ومرحبا بكم في فيديو جديدة في قناتكم قناة أحمد بن عطية. الشراء عبر الانترنت أحد أفضل الوسائل العصرية اللي نستعملوها باش نشريو الحاجيات اللي نستحقوها عبر الانترنت بأسعار أقل بياسر من الأسعار اللي نشتريو بها عادة من البلدان بتاعنا، وخاصة في البلدان العربية. كذلك فإنه فترة التوصيل ما عادش طويلة ياسر كيف قبل، فإنه أغلب المواقع في العالم ولات تحط فترات متاع توصيل ما هيش طويلة ياسر، بحيث تنجم تشري أنت الحاجة اللي تحب عليها وتوصلك في أقصر وقت ممكن. وهذاك علاش في الفيديو متاعنا اليوم اخترنا أن نجيب لكم أحسن 10 مواقع في الأنترنت نجم تشري منها اللي تحب عليه، وتنجم تشري منها أي حاجة أنت تتخيلها بأرخص الأثمان وبأرخص الأسعار. قبل ما تفرش في الفيديو ما تنساش كالعادة تضغط زر لايك، تشترك في القناة، تفعل زر الجرس باش كيف نهبطوا فيديو جديدة يجيك شعار، ونخليكم مع الفيديو. الموقع الأول اللي باش نحكيه عليه هو موقع غني عن التعريف. الموقع هذا هو موقع amazon.com. موقع amazon.com واللي بدأ تحديدا سنة 1995، ومع مرور الوقت تطورت كيف الخدمات متاعه. فنلقاو موقع amazon.com توا يوفر العديد من الخدمات مثل حجز السيرفرات للمواقع، وكذلك خدمات التخزين السحابي، وكذلك عرض المسلسلات والأفلام. لكن بخلاف هذا الكل، موقع أمازون هو أحد أكبر مواقع التسوق في شبكة الأنترنت. نجموا تلقاو فيه أي حاجة تحبوا عليها، من ملابس، من ألعاب، من مأكولات، أي حاجة تتخيلوها تنجموا تلقاوها. لكن العيب الوحيد في موقع أمازون أنه ما يقومش بإرسال السلع لجميع الدول العربية، لكن فما خدمات تمكننا من أن نشريه من موقع أمازون بغض النظر على الدولة اللي احنا موجودين فيها، كما موقع شوب اند شيب. الموقع الثاني في القائمة متاعنا اليوم هو موقع علي اكسبريس، والأكيد أنه أغلبكم سمعوا بالموقع هذايا لأنه في السنوات الأخيرة أحدث ضجة كبيرة على المستوى العالمي، ذلك لأنه الموقع هذايا يوفر العديد من المنتوجات بأسعار جد رخيصة. وبرشا يتسائلوا عن سبب الأسعار الرخيصة اللي موجودة في موقع علي اكسبريس. السبب بكل بساطة هو أنه كل السلع هذه تقريبا هي مصنوعة في الصين، وتقريبا أنتم تشريوا فيها من عند الشخص اللي يقوم بالصنع متاعها. موقع علي اكسبريس تقريبا هو من بين المواقع اللي تنافس موقع أمازون، مع العلم أنه بالنسبة لجودة السلع فإنه يوجد فرق كبير بين السلع اللي تتباع في أمازون وبين السلع اللي تتباع في علي اكسبريس. من أحسن الحاجات اللي موجودة في موقع علي اكسبريس إنه تقريبا يدعم الإرسال للسلع لكل دول العالم، وفما العديد من السلع للإرسال متاحة أصلا يكون بصفة مجانية. الموقع الموالي اللي باش نحكيو عليه هو موقع shopping.com. موقع shopping.com اللي نجم نقوله إنه موقع أصغر من أمازون وأصغر من علي اكسبريس، لكن الموقع هذا يوفر العديد من العروض لجميع الأشخاص اللي يقوموا بشراء البضاعة منه، وخاصة الأشخاص اللي يقوموا بشراء البضاعة بكميات كبيرة. من الحاجات الخايبة في موقع shopping.com، أول حاجة إنه ما يدعمش التصفح باللغة العربية، يعني ما فماش حتى نسخة من الموقع هذا بالنسخة العربية أو باللغة العربية. والحاجة الثانية اللي ما يشبهها فيه إنه كيف ما يدعمش الإرسال للعديد من الدول العربية. الموقع الموالي هو ebay.com، حبيب الملايين. موقع ebay.com هو موقع أمريكي وتلقاو فيه العديد من السلع. الفرق بينه وبين المواقع الأخرى إنه موقع ebay تلقى فيه العديد من السلع اللي ما هيش جديدة، يعني بعض الحاجيات اللي خذوها العباد استعملوها بعض من الوقت وما عادش يستحقوها، يهبطوا يبيعوها في موقع ebay. موقع ebay هو موقع كما قلنا عنده عدد كبير جدا من الزوار، تلقاو فيه كذلك العديد من المزادات، إذ أحيانا يقوم بعض الأشخاص تنزيل بعض المنتجات ويتم عليها مزاد علني في الموقع هذا، وبالطبيعة كيف أي مزاد علني أكثر شخص يقوم بدفع هو الشخص اللي باش يحصل على المنتج. لكن نحب نحذركم من حاجة، مش تحذير هو، لكن حاجة نحب ننصحكم بها، إنه السلع الصينية اللي تلقاوها في موقع ebay شوفوها في موقع علي اكسبريس قبل. علاش؟ خاطر فما العديد من الأشخاص اللي يخدموا في الدروب شيبينج،
يمشي وياخذوا العديد من المنتوجات من موقع علي اكسبريس ويبيعوها في موقع ebay.com، لكن مع زيادة صغيرة في السعر. وباش تربحوا انتوما الزيادة هذيك، يعني تدفعوا اقل مبلغ ممكن من النقود، فانه كيف تلقاو كما قلت لكم سلعة صينية، امشيوا لوجوا عليها في علي اكسبريس قبل ما تشريوها من موقع ebay. الموقع الموالي هو موقع موجه بالتحديد الأخوان العرب اللي يقيموا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمنطقة هذيك. الموقع الموالي اللي باش نحكيوا عليه هو موقع walmart.com. والمارت اللي كما نعرفه احنا احد اكبر المغازات الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية، كذلك تمتلك موقع إلكتروني. الموقع هذا تلقاو فيه اي حاجة تتخيلوها نجم تكون موجودة في مغازات والمارت، اضافة لتخفيضات كبيرة تلقاوها في الموقع هذا. كما قلنا موقع نجم تشريو منه اي حاجة تحب عليها، لكن اكبر عيب في الموقع هذا انه كما قلنا تقريبا ما يدعمش الارسال كان للولايات المتحدة الأمريكية وكندا، لذا استعمال الموقع هذا باش يكون حكر على اخواننا العرب اللي موجودين في الدولتين هذوما. اذا كان تعرفوا دولة اخرى ينجم يرسل لها الموقع هذا نجموا تكتبوا هنا في التعليقات اللوطة. الموقع الموالي هو احد اكبر مواقع التسوق في عالمنا العربي، وهو موقع سوق.com. موقع سوق.com اللي موجه بالاساس لدول الخليج العربي. هذا الموقع اللي يمتلك عدد كبير جدا من الزوار واسم ممتاز جدا، وزاد كبر الاسم متاعه اكثر بعد ما استحوذت عليه شركة امازون. هذا الموقع ما يختلفش برش على موقع امازون، لكن كما قلنا هو موجه بالاساس للدول العربية. تلقاو فيه الكثير من المنتجات بالكثير من التخفيضات، ولكن اهم حاجة تلقاوها فيه انه يدعم كما قلنا الشحن للدول العربية، ويدعم كذلك الدفع عند الاستلام في بعض الدول. يعني ما تخلص الحاجة اللي تشريها وما تخلص السلعة اللي تشريها الا كيف توصل لك الباب المنزل متاعك. الموقع الموالي اللي باش نحكيه عليه هو موقع cv.com. موقع cv.com هذا الموقع مختص بالاساس في كل ما يهم الموضة، موضة للرجال للنساء للاطفال، اي نوع من انواع الملابس نجمو تلقاوها في الموقع هذا. من مميزات الموقع انه الاسعار متاعو ماهيش باهظة ياسر، هذا بالاضافة الى انه يدعم الشحن السريع، واذا كان شريتوا حاجة وما جاتش قدكم تنجمو تستبدلوها من الموقع هذا ويعطيكم الحاجة والا الملابس اللي انتوما اخترتوها بيان سور القياس اللي انتوما اخترتوه. الموقع الموالي اللي باش نحكيو عليه هو موقع كذلك يهتم اي حاجة عندها علاقة بالموضة، ولكنه موقع عربي. الموقع هذا هو موقع نمشي.com. موقع نمشي.com كيف الموقع اللي سبقه يهتم باي حاجة تتبع الموضة للرجال للنساء للاطفال، اي حاجة تتخيلوها في مخكم عندها علاقة بالموضة نجمو تلقاوها في الموقع هذا. هذا بالاضافة الى انه هذا الموقع يدعم الشحن العادي، عادة يكون مجاني، ما نعرفش اذا كان مجاني والا معلوم ورمزي في الموقع هذا. هذا بالاضافة الى انه يدعم الشحن السريع، ويدعم كذلك ميزة استبدال المشتريات اذا كان ما عجبتكمش بالطبيعة في فترة معينة بعد اقتناء المنتجات هذه. الموقع ما قبل الاخير اللي باش نحكيو عليه هو موقع علي بابا. وموقع علي بابا يرجع الملكية متاعه لنفس الشركة اللي تمتلك موقع علي اكسبريس اللي حكينا عليه في البداية، وترجع ملكية المواقع هذه رجل اعمال الصيني المعروف جاك ما. موقع علي بابا يختلف عن موقع علي اكسبريس في بعض الاشياء. من الاشياء اللي يختلف فيها علي، اول حاجة انه موقع علي بابا موجه اكثر للناس اللي تشري بالجملة. شنو معناها؟ يعني انه موقع علي بابا تنجموا تلقاو فيه جميع انواع المنتجات اللي تتخيلوها، من السيارات للدراجات النارية، الملابس، المأكولات، الديكور، اي حاجة تتخيلوها تلقاوها موجودة في الموقع هذا، وباسعار خيالية. اسعار خيالية يعني انه الاسعار في هذا الموقع منخفضة بصفة رهيبة. هذا اللي خلى ياسر تجار من العالم العربي يتعاملوا مع الموقع هذا ويشريوا منه العديد من الاشياء اللي استعملوها في التجارة متاعهم. لكن الجدير بالذكر كذلك انه موقع علي بابا يوفر العديد من سبل الحماية باش ما يتمش التحيل على الاشخاص اللي يشريوا منه، لانه عادة المبالغ اللي تم دفعها في الموقع هذا هي مبالغ باهظة، نظرا لانه السلع اللي تتشرى وتتباع فيه كما قلنا تكون بكميات كبيرة. لذا نصيحة لكل التجار، اذا كان مش تستعملوا الموقع هذا حذاري ثم حذاري ثم حذاري من نصب عليكم، وحاولوا ديما انكم تتعاملوا كان مع شخص
تكون هويته موثقة وموثوقة. الموقع الأخير اللي باش نحكيه عليه هو موقع focalprice.com. هذا الموقع اللي يشبه كثيراً موقع جيربيست وتيني ديل وغيره من المواقع هذه اللي تقوم ببيع المنتوجات الصينية بأسعار رخيصة. يركز الموقع هذا focalprice كما قلنا على بيع المنتوجات الصينية، هذا إضافة إلى أنه كذلك توجد فيه بعض المنتوجات اللي ما هيش صينية. من الحاجات المميزة في الموقع هذا أنه يدعم الشحن للدول العربية، كذلك يدعم ميزة الدفع عند الاستلام لبعض الدول العربية، وديما كيف نقوله لبعض الدول العربية في أغلب الأحيان تكون الدول هذه دول الخليج أو البعض من دول الخليج العربي. كما قلنا الموقع هذا فيه العديد من المميزات، تنجموا تلقاو فيه العديد من المنتوجات اللي تنجموا تشريوها أسعار رخيصة، والأكيد أنه الأسعار هذه باش تكون أرخص بيسر من الأسعار اللي باش تشريوا فيها المنتجات هذوما من بلدانكم. آخر حاجة نحب نكملوا بها الفيديو متاعنا هي أول حاجة نصيحة، أنه ما تشريوش حاجات ما تستحقوهاش من الأنترنت. علاش؟ خاطر الشراء من الأنترنت تشري وأنت في دارك باستعمال بطاقة المصرفية، هذاك علاش في أغلب الأحيان ياسر أشخاص يشريوا حاجات ما يستحقوا لهاش. لذا ركزوا وأعرفوا شنو تشريوا. ونصيحة كذلك بالنسبة للأشخاص اللي بيشريوا منتوجات من المواقع الصينية، ديما حاولوا ما تقتنيوش ياسر من المنتوجات هذه، لأنه خصوصا المواقع الصينية في أغلب الأحيان، مش ديما لكن في أغلب الأحيان، المنتوج اللي تشوفوه في التصويرة مش هو نفسه المنتوج اللي تستلموه، خصوصا فيما يتعلق بالملابس. لذا أي حاجة تتعلق بالملابس ننصحكم ما تشريوش من المواقع الصينية. بالنسبة للإلكترونيات تنجموا تشريوا من المواقع الصينية، لكن كيف تعرفوا أنه جودة المنتجات هذه أو المنتوجات هذه ما هيش باش تكون بنفس جودة المنتوجات اليابانية أو الكورية أو الأوروبية. إذا كان عجبكم الفيديو كالعادة ما تبخلوش علينا بلايك، اشتراك في القناة، تفعيل لزر الجرس باش كيف نهبطوا فيديو جديد إن شاء الله يجيكم إشعار. وإذا كان عجبكم الفيديو هذايا نجموا كيف تحطونا تعليقاتكم وتطلبوا منا فيديوهات أخرى في نفس الموضوع هذايا. ومن هنا للفيديو القادم إن شاء الله ما بقالي كان باش نقولكم إلى اللقاء.